مرحبا متابعين مودكس. اليوم حاب احكي لكم عن هذا الجهاز المودكس البريطاني KM0700. هذا الجهاز يجي بشاشه ديجيتال، السعه مالته تكون 10 لتر، وبنفس الوقت تكون القوه مالته 2000 واط. يجي ويا 3 ملحقات للعجن والضرب والخفق، وبنفس الوقت تكون مالته التايمر يبدي من 1 الى 15. شو بدا تشوفون هسه؟ حد 15 التايمر مالته. اما من 1 الى 8 درجات السرعة. الملحقات مالته خفق وعجن، هذا للخفق، هذا للضرب. هذا القالب يجي للعجن، وهسه راح استخدم وياكم لخلط الكيك، وراح اشوفون استخدامه كلش سهل.